تكلموا معي شوية. فالآن ما تنساش تضيف تاب للسيرفيس في المانيفست فايل، تمام؟ وتحدد فيه اسم الكلاس بتاع السيرفيس، تمام؟ طيب الآن رحت أنا وين هلقيت؟ رجعت للأكتيفيتي. بدي أشغل السيرفيس دل علي، تشغيل السيرفيس زي تشغيل مين؟ الأكتيفيتي، تمام؟ كيف أكتيفيتي بتشغل أكتيفيتي تانية؟ بنشئ انتنت. لو الاكتيفيتي في نفس البرنامج بحط اسم الكلاس تاع الاكتيفيتي، لو الاكتيفيتي في برنامج ثاني بدي احط لها الاكشن، اذا كان الاكتيفيتي اصلا انتنت فلتر، تمام؟ هنا ما دام السيرفيس في نفس البرنامج بقول له بس، تمام؟ وبعدين ماي يوز سيرفيس دوت كلاس، تمام؟ وبعدين بس دوت ايش؟ ستارت سيرفيس، تمام؟ وببعث معاه ايش؟ ببعث معاه الانتنت. وما ننساش طبعا ايش؟ انك في المانيفست فايل بتروح تضيف البرميشن تبع مين؟ تبع الانترنت. ليش؟ لانه احنا هنقدر ننزل ملف الانترنت. طيب كيف نعرف انه شغال البرنامج ولا لا؟ مش هذا المفترض نطبعها زي ما كنا ناخذ جي اوبشن دون نطلع على الشاشه ما تضبطش، يعني لقيت كل التوست ما تضبطش. لا مش توست، زي يا دوب بيطلع على الشاشه. بدك تطبع دايلوج يعني؟ اه زي جي اوبشن بين كنا ناخذها في الجافا. ما فيش هنا جي اوبشن بين. في دايلوج هناخذها قدام شوي. طيب هي طيب ليش هيك؟ لحظة شوي. هنا ايش؟ في نت هنا طيب؟ هذا برضه 14 ايوه هذا شايفينه؟ تمام هذا تمام هذا الاكس ام ال فايل تبع مين؟ تبع الار اس اس فايل تبع السي ان ان، تمام؟ كل ما تضغط ثاني بشغل وبعمل داونلود له مره ثانيه. طبعا الميزه في الانتنت سيرفيس هذه انها بتتاخرش في ايش؟ في الكونفجريشن تشينجز، وبتحتاجش لا اسم تاسك ولا ثريد، هي لحالها بتشغل كايش؟ اه كثريد. ما هنعمل واجهه من هلقيت الاقسم اللي جاي هنعمل نعمل بارسنج، تمام؟ ما هو اللي فاهم في الاي تي بيعرف ان الحاجات هذه مالها بدها شغل، يعني انت بدك تجيب الملف الاول، بعدين بدك تعمل له بارزنج، تدخل له وتحلله. وبعدين بدك تاخذ الداتا اللي فيه وتعرضها، بس مش فاهم في الاي تي بقول ايوه بدي اشوف ال فاهم كيف؟ فانت اكيد انت عارف الصعوبات الموجوده. هذا شغل غير بالعلمش في ثواني، تمام؟ بده لسه ايش؟ بده بارزنج، فما تستعجلش. هناخذه برضه. تستعجلش، تمام؟ طيب هل قلت احنا يعني نكتفي بالقدر هذا لحد ايش؟ اساس ما نشوف الهوم وورك اللي معك، تمام؟